في رشيد ب 10 وفي 15 وفي 40 رشيد. رشيد يا محمد. رشيد حد. رشيد ان شاء الله. سمك بحر. سمك بحر رشيد حد. فسفور. فسفور كله حد. رخيص. كل الغزة حد. الغزة كله. الغزة كله حد. ب 10 15 و 40 15 40 طب هاتلي 2 كيلو من ب 10 حد. معرفش بقى ايه بيومي معانا على القناه على طول بخش ب 10 الرشيد ب 10 جنيه الرشيد ب 10 جنيه احلى سنه الرشيد ب 10 الرشيد ب 10 جنيه ب 10 حد ارخص من العلم مليون مره ارخص من العلم مليون مره واحسن من العلم واحسن من العلم مليونين مره اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد النهارده عندنا فيديو قيم جدا النهارده هنعالج مشكله بيعاني منها معظم مربي الدواجن وهي ظاهره الافتراس ظاهره الافتراس من الظواهر الشرسه جدا اللي بتظهر في معظم قطاعات الدواجن وخاصه البط هناك من انواع من البط بتظهر هذه الحاله عندهم بشراسه مثل البط البغالي البط البغالي من البط اللي بتظهر فيه ظاهره الافتراس وبيعاني منه كتير جدا من الساده المربين وانا شخصيا عانيت منه. المشكله ديت ليها اسبابها وليها علاجها، تعالوا مع بعض الاول نتكلم عن اسباب هذه المشكله. في البدايه لازم نعرف ان جميع انواع الدواجن تحتاج الى البروتين الحيواني ولو بكميات ضئيله جدا حتى تنمو نمو طبيعي. البروتين الحيواني اقدر اوفره من خلال اضافه الاسماك او اضافه الديدان للمكونات بتاعتي في مكونات العلف. وخاصة في أنواع الدواجن اللي أنا هقوم بالتفريخ منها أو أنواع الدواجن اللي هتستمر معايا مدة طويلة زي أنواع البط المختلفة مش سريعة دورتها مش سريعة زي الدجاج الأبيض يبقى أنا لازم أضيف البروتين الحيواني. البروتين الحيواني أنا ليا فيديوهات قيمة جدا عن إنتاج البروتين الحيواني من المخلفات إضافة الديدان لمكونات العلف بتاعتي على شكل دود ابيض او حتى ديدان الطوع بتنهي هذه الظاهره تماما لانها بتحتوي على كميه كبيره جدا من البروتين الحيواني. لو انا ما توفرش عندي هذه الديدان يجب اضافه الاسماك ولو بكميات ضئيله جدا في مكونات العلف. يبقى اول سبب عندي هو نقص البروتين الحيواني لان معظم الاعلاف الموجوده في الاسواق بتعتمد اعتماد كبير جدا على البروتين النباتي والبروتين النباتي اضافته للطيور لمده طويله بتؤدي الى ظاهره الافتراس يبقى احنا لازم نقولهم ان لازم يدخل في مكونات العلف للدواجن اللي هتربى مده طويله بروتين حيواني. السبب الثاني هو نقص الاملاح المعدنيه والاملاح المعدنيه علاجها بسيط جدا وسهل. الاملاح المعدنيه متوفره في كيس املاح معدنيه هوريه لكم دلوقتي بيتباع عند البيطري وفي الحقيقه هو سعره يعني سعره بسيط جدا. وممكن كمان حل هذه المشكلة عن طريق حل بسيط جدا وخدعة بسيطة جدا هوريها لكم مع بعض. تعالوا مع بعض النهاردة ننقل البط بتاعنا اللي وصل لحجم مناسب ونضيف له مع بعض البروتين الحيواني اللي أنا جبته في أول الفيديو وهنشوفه مع بعض إن هذه الظاهرة ستختفي تماما ويجب عند ظهور هذه الظاهرة المبادرة فورا بعلاجها قبل ما تتفاقم وتحصل عندها خسائر كبيرة جدا في الدواجن. في الحقيقه البط بيتجه لبطل اضعف طائر موجود وبيبداوا في افتراسه. هذا الافتراس بيؤدي الى ضعف النمو لان نمو الطائر بدل ما يتجه لنمو جسمه بيتجه لتعويض الفاقد من الريش والدم. يلا بينا مع بعض ناخد البط بتاعنا ننقلوه لمكان محمي حمايه كويسه وننزله البط الصغير هنا مع عبد الرحمن. هننزل البط الصغير لان هو مش بيعض الريش لان البط الكبير ده بدا ياكل ريش الفراخ البيضاء. انا عندي خزانه فاضيه. انا بيتهيألي في الحجم ده العرسه ما تقدرش تفترسه. لا ما اضمنش برضه لا. ما اضمنوش؟ ما اضمنش لا لسه ضعيف. هجيب شنطه واعبيه ونظبطه له مكان كويس. يلا بينا؟ يلا. وعاوز اقول لكم ان برضه من سبب من اسباب ظاهره الافتراس وان كان سبب يعني مش سبب مباشر هو عدم وجود الشمس. فالشمس من العوامل المهمه جدا في تربيه الدواجن لان بتمد الدواجن بكميه كبيره جدا من الفيتامينات اللي بيحتاجها
والشمس زي ما عبد الرحمن وهي احسن واحده تقول لكم ليها تاثير مباشر على نمو العظام سواء للانسان سواء للدواب. قول يا عبد الرحمن تاثير الشمس ايه؟ هو الشمس عموما مش مفيده للطيور بس مفيده للبني ادمين كمان وللاطفال بالذات، لان هم في المرحله دي بيبقى العظم بتاعهم ضعيف زي الطيور بالظبط، فلازم الكائنات دي تتعرض للشمس يوميا، لان الشمس بتسبب تكوين فيتامين د في الجسم وهو اللي بيقوي العظام. يلا بينا يلا بينا اهو حتى الرايق ده معاك بقى عشان ايه. تعال تعال عايز اصطاد تعال تعال مفيش حروب تعال مفيش حروب انسى يلا يلا بينا. لا ما تنوناوش مفيش نونو فوق فوق على فوق. يلا يلا يا نونا يلا امشي يموت في سيد الحمام امشي. يلا بس ليه الباب ده هتسيبه الباب مفتوح عشان تحط ايه ولا نقفله احسن؟ لا هقفله عشان الحمام ما يدخلش ياكل اكل الفراخ. يلا اتصرف هنا هو هيطلع لوحده. يلا يلا اجري اجري يلا ورا بابا امشي. فاهم الكلام وفاهم كل حاجه وعارف اسمه وعارف اسمه. البط ده بسم الله ما شاء الله عليه حجمه كبير، ده حجمه اكبر مما كنت اتخيل. بسم الله ما شاء الله. عايز تحطه في الخزانه دي؟ في الخزانه الطبيعي. انا خايف عليه من العرس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. استودعهم الله الناس لا تضيع عندها الودائع. وهنا المكان هنا مناسب جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف الارانب مستنيه الاكل. مستنيين الاكل. مستنيين الاكل. بص بص هيطلع. اول الارانب دي بسم الله ما شاء الله عليها. نموها ممتاز. ممتازين. لا ده انا هكنس لهم دلوقتي. نكنس لهم. انا عاوز الكنسه دي مهمه جدا بالنسبه لي عشان مزارع الدوب. مهمه جدا فوق ما تتخيلي. هو خلاص لازم يتكنس لهم دلوقتي. ياكلوا بس لو جعانين جامد. بس كده. خايفين من سمس. تعال 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 اطلع بره هو عايز يلعب معاه هو بيحب الارانب. بصوا داخل. لا 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 تعالى ده بيشمهم فاكرينه ارنب زيهم. ارنب بديل. تعالى يلا يا سمسوق. النهارده بقى مغامرات سمس. مغامرات سمس. هيعمل مشاكل مع عبد الرحمن. لا لا ده هيعمل مشاكل. تعال لا بيضرب. لا ادخل هات انا بيضربهم بضواف مجرم. لا 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 ادخل هات بتاع المشاكل بتاع المشاكل. روح العب مع ليك سروق. بابا بيضربك يا سمسو. روح خلي ليك سروق بابا. كلت علقه. ريكس عايز يلعب معاه. اتفرج بقى يا سيدي. ودلوقتي حل من الحلول ان احنا برضو لازم نفرش فرشة كويسة ولازم نتحط في مكان واسع، لان لازم نعرف ان الاماكن الضيقة من الاسباب اللي بتسبب حالة الافتراس او حالة اكل الريش عند الطيور. فالمكان هنا طبعا معرض للشمس وكمان واسع والفرشة مظبوطة. في الحالة دي احنا بنخفف من تأثير الحالة اللي عندهم.
السبب الثاني او العلاج الثاني هو اكل الاسماك او البروتين الحيواني. ودلوقتي هنقدم لهم وجبه من الاسماك. يلا بينا. يلا يا سمسم اطلع يا مجرم يا صغير. وطبعا زي ما عبد الرحمن ما قالت ان الاماكن الضيقه، الاماكن الغير معرضه للشمس، الفرشه الضعيفه ذات السمك القليل من الاسباب المهمه جدا والجوهريه في ظهور ظاهره الافتراس. باختصار شديد، ضعف البروتين الحيواني، قله الاملاح المعدنيه، المكان الضيق بيؤدي الى ظاهره الافتراس وظهور حاله عصبيه وخاصه في البط. تعالوا مع بعض دلوقتي هنقدم وجبه من الاسماك النيه للبط بتاعنا، وهوريكم شكل كيس الاملاح المعدنيه اللي هنوكل بيه الطيور بتاعتنا. زي ما قلنا البروتين الحيواني مهم جدا للطيور بتاعتنا، وسر من اسرار السلالات بتاعتنا انها ممتازه وانتاجيتها عاليه، وسر من اسرار عدم تعرض الدواجن بتاعتنا لامراض فتاكه الاول فضل ربنا سبحانه وتعالى علينا، دي بدايه قبل اي شيء. ثانيا بفضل دعواتكم انتم لينا. ثالثا بفضل التغذيه الممتازه المتوازنه اللي احنا بنقدموها للدواجن بتاعتنا، فتستطيع الدواجن مقاومه معظم انواع الامراض، الامراض الغير فتاكه، لكن هناك في امراض فتاكه بتفتك بالقطيع حتى لو كانت مناعته قويه، لكن احنا من خلال التغذيه الممتازه بنقدر نحول الطائر لطائر قوي يتحمل معظم انواع الامراض. وزي ما بنقول دايما في الطب الوقايه يا ام عبد الرحمن، الوقايه خير من العلاج. طبعا هنقدمه له السمك. شوفوا سبحان الله اول ما حطينا له الفرشه رقد على الفرشه بتاعته، طبعا هيجوع هيجي ياكل. ويعني سبحان الله ام عبد الرحمن تصوروا لكم البط تحس ان هو يا ام عبد الرحمن بقى في حاله من السعاده، بقى مبسوط ان هو في مكان واسع والفرشه نظيفه، ده قاعد ومرتاح ومظبط على كده. هو هياكل بس بعد شويه، هات له ميه بقى، هات ميه يا بابا. هو لما هيجوع هياكل السمك ويختفي خالص الحاله بتاعت اكل الريش دي. اي نوع من انواع الاسماك بنسلقها ونديها للدواجن بتاعتنا عشان تبقى سهله الاكل وسهله الهضم كمان عشان الحاله دي تختفي بسرعه. ده مبسوط كده خلاص، يلا اقفل عليه، هما هيجوعوا هياكلوا. سيبينا هقفلان هقفلان. وده طبعا شكل كيس الاملاح المعدنيه اللي انا بستخدمه غالبا في البيت عندي. وزي ما انتم شايفين من ضمن مكوناته المنجنيز والزنك والحديد والنحاس والسيلينيوم والكوبالت، ويكمل بكربونات الكالسيوم كماده حامله. الكيس ده رخيص جدا، سعره رخيص جدا، انا بجيبه بالجمله بسعر زهيد، بيتباع عند طبيب البيطري، بيتباع كرتونه على بعضيها كده، ممكن نجيب كرتونه وممكن نجيب كيس. في الحقيقه ان الكيس بيقعد مده طويله، بحط منه كميات ضعيفه، يعني الخمس بطات دول يعني ياخدوا ايه؟ معلقه صغيره، معلقه صغيره كل يوم. البط بتاعنا شبعان. لا ده هو واكل علف طبعا، بس مستمتع بالفرشه الناشفه. هو الجف. واكل علف. في النهايه التربيه المتوازنه والاعلاف المتوازنه والتربيه في جو مريح ليس فقط يعطي للحيوان مناعه ضد الامراض، ولكنه يمنع ظواهر سلبيه كتير جدا زي ظاهره اكل الريش والافتراس، كما انه يعطي للحم مذاق رائع جدا ومميز، وكذلك البيض. هنجهز لكم فيديو ازاي ننتج اغلى بيض في العالم بطريقه حيويه ويكون مميز جدا. تابعوا القناه باذن الله، دايما نقدم لكم كل ما هو مفيد وجديد. وننهي الفيديو مع عبد الرحمن مع بعض. يا ريت في نهايه الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وما تنسوش برضو قناتنا الثانيه الخاصه بخلف الكواليس والفيديوهات القصيره. وفر في بيتك منوعات ثلاثه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.